عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الدورة المقدمة من قبل دائرة التدريب والتطوير في وزارة النفط، وياكم المدرب محمد حنون. في المحاضرة السابقة أخذنا المقدمة حول برنامج الأكسس، وأخذنا الجداول. بسبب الإنترنت، لأن باعتبار أنه محاضرة أونلاين، بسبب الانترنت، ضعف الانترنت، الاغلب ما اجتهم المعلومه بصوره جيده. تعرف انه المعلومات تعطى اونلاين تعطى بصوره بطيئه. حبيت انه انا اختصر حتى يكون الموضوع اسرع. بمحاضره الثانيه هسه راح ناخذ مراحل بناء قاعدة البيانات حتى تكون الأمر عندنا واضح. قبل البدء في بناء القاعدة، أي قاعدة بيانات يجب أن نذهب إلى خيارات أكسس ويتم تعديلها لتلائم عملية الإنشاء حسب لغة الواجهة. يعني عندنا بعض الأحيان تكون الواجهة من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين، ووضحنا هذا الأمر أنه من اليمين إلى اليسار شنو تعني، ومن اليسار إلى اليمين شنو تعني، بحيث انه انا هذه القاعدة اقدر استفاد من عندها. شلون استفاد من عندها؟ يعني اذا كان عندي مثلا الواجهة، مثل ما ناخذ واجهة معينة، خلينا نفترض هذه الواجهة، فرضا هذه الواجهة شنو بيها؟ رقم الموظف واسم الموظف. هنا شو يكون عندي؟ يكون عندي رقم الموظف اللي موجود هنا من جهة اليمين وين متجه، والكتابة أي الحقول تكون بجهة اليسار. هنا أفضل أن أخلي اتجاه الورقة أو اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار في البداية، حتى لا أبدي أعدلها في كل مرة، كل داخل الجداول، داخل الاستعلامات، داخل النماذج، داخل التقارير، وهكذا. وإذا كان لا، كان إنه القاعدة البيانات اللي رح أسويها لي أشخاص أو شركة أجنبية، يعني يكون الاسم من هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الاسم، يعني رقم الموظف هذا الاتجاه، والحقل الإدخال يكون بهذا الاتجاه. هنا راح لازم أقول له من اليسار إلى اليمين، هذا هو اللي مقصود في ديباج البداية. شو راح أسوي هاي العملية؟ أذهب إلى زر القائمة ثم خيارات، وأذهب إلى تبويب إعدادات العميل، من إعدادات العميل خيار اتجاه الورقة الافتراضي أخلي من اليمين إلى اليسار بالنسبة للقواعد المكتوبة باللغة العربية. يعني احنا قلنا انه بعد انتهت عملية، باعتبار انه المبرمج اللي يوصل الى، او الشخص اللي يوصل الى عملية الى التعامل مع اكسس، بعد ما ندلي انه start all programs، هذه تكون عنده مسألة بديهية، هذا دلي جماعة الوورد والأكسل. وعلى العموم انه احنا بستارت ننزل بالقائمة الى مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس راح نلقى حزمة مايكروسوفت اوفيس والبرامج اللي وياها، نختار اكسس 2010. طبعا لان التدريب 2010 راح يكون عندنا الاكسس المستخدم 2010، وتحدثنا على هذا الامر انه قد يكون انه حاسباتي ما تتحمل 2010، اكثر من 2010، فاستخدم 2010 او الاوفيس او الويندوز الى اخره. نجي شو راح نكون قبل لا نبلش بالقاعده؟ قلنا نذهب الى خيارات، هذا خيارات من ملف، لاحظ خيارات. تحدثنا عن عام، انه قلنا هذا الاسم مهم عندي، ليش؟ حتى انه من اصدر اي ملف يكون باسمي، اسم القاعده. قاعده البيانات الحاليه، هذا الشيء خاص بقاعده البيانات الحاليه. بالليفل 2 راح وايد نتحدث عن هذا القاعده، عن هذا الموضوع. اللي يهمني هسه اعدادات العميل. من ضمن اعدادات العميل عندي بعض السلوك والمهام، اهم وحده عندي راح تكون هي الاتجاه الافتراضي. لاحظ هو مخليه من اليمين الى اليسار، انا سبق واختاريته، هو يجي من اليسار الى اليمين، احوله
من اليمين إلى اليسار، أقول له موافق وأباشر بإنجاز القاعدة. تحدثنا عن هذا الموضوع، تحدثنا عن مواضيع إذا أردنا ننشئ قاعدة بيانات، قلنا قاعدة بيانات فارغة، وأقول له إنشاء بعد ما أختار الموقع راح تنشئ به قاعدة البيانات وأسميه، أعطيه اسم. قلنا هناك قاعدة بيانات ويب، هذه يمكن أستخدمها عندما أريد إدارة قاعدة البيانات عبر الويب، وهذا تحتاج شوية إلى بعض المهارات في تصميم المواقع وكذلك بأكسس. القوالب الأخيرة، إذا كان عندي قوالب، أنا ما عندي قوالب أخيرة، نماذج القوالب هذه نماذج تنطيها إن توفرها أوفيس. هذه النماذج طبعا، لان اعتقد انترنت ماكو فما تظهر لي، او عفوا ظهرت هسه هاي. هذه القوالب وغيرها اقدر احصل عليها من موقع الاوفيس، واذا انا نسخه ماتي مسجله منشطه راح ينطيني اكثر من قالب، فبدل ما انه اتعب في تصميم قاعده معينه راح القاها هنا موجوده. الموضوع الآخر، بعد ما أنه كملت الإعدادات المكونة لقاعدة البيانات، نجي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة إنشاء جدول. حتى أنشأ جدول لازم تكون عندي مفهوم واضح. المفهوم الواضح أنه بعد ما بنيت الخوارزمية الخاصة بإنشاء الجدول، لازم إنشاء قاعدة البيانات، لازم تكون عندي قاعدة أساسية في تسمية الجداول إلى آخره. من تنبيب إنشاء أختار تصميم جدول. زين، ليش؟ لو لاحظ هنا، نجي للقاعدة بعد ما قلنا لها إنشاء، مثلا قاعدة مالتنا حتى نقدر نفهمها نسميها أونلاين واحد، احنا دائما نجي عليها. أول ما أفتح قاعدة البيانات مباشرة ينشئ لي جدول، هو جدول خاص بي. هذا الجدول انا ما احتاجه، ليش ما احتاجه؟ لان رحت انا انشئ جداول كلها. هو ليش ينشئ لي هذا الجدول؟ باعتبار انه يقول انه ماكو قاعده بيانات ما بيها جدول، هناك بعض القواعد بيانات ما تحتاج الى جداول. لكن ايش قد نسبتها؟ نسبتها قليله جدا، يجوز 1% او 1 بالألف من القواعد البيانات ما تحتاج الى جداول. فنغلق هذا وما نهتم له. نجي من إنشاء، في هذه الصفحة شنو نلقى في هذا التبويب؟ في تبويب إنشاء نلقى جداول مثلا، وهذه جداول مختصة بإنشاء الجداول وما يتعلق بها، والاستعلامات كذلك بها الاستعلامات وما يتعلق بها. النماذج أيضا عندي مجموعة من النماذج، وكذلك التقارير، حتى لا يكون هذه المحاضرة أطول راح نحاول نختصر بها هو أشياء، والوحدات النمطية. من أجي أنشئ جدول، ما أروح إلى جدول، طبعا من أقول له جدول راح ينشئ لي جدول هو اللي يريده، وضمن أشياء يقول لي أنت لازم تضيف الحقل وإلى آخره، هذا ما أحتاجه. اللي أحتاجه منه من إنشاء أقول له عرض تصميمي، عرض تصميم أو تصميم جدول، تمام؟ في تصميم جدول هذه تكون مكانها هنا، تمام. في تصميم جدول شنو القي؟ القي اسم الحقل، نوع البيانات، والوصف. راح نشوف في لما ننقل لتصميم جدول، راح تظهر لي مثل ما موجود، تظهر لك واجهة الخاصة بإنشاء الجداول بطريقة تصميم، واللي تحتوي على 3 أقسام، وهي القسم الأول قسم الجداول اللي يحتوي بدورة على 3 حقول، وهي اسم الحقل، وفيه يتم إدخال اسم الحقل المراد إنشاءه في الجدول، ونوع البيانات، ويراد به نوع البيان المدخلات لهذا الحقل، والوصف. هنا تكتب بالوصف بعض الملاحظات مثل ما موجود عندنا. هنا عندنا اسم الحقل مثلا التسلسل على سبيل المثال، التسلسل طبعا احنا ما راح نكتب التسلسل فرضا. نوع البيان راح يكون عندي رقم الى اخره. نيجي بعد شنو عندنا؟ كذلك الوصف، لازم اكتب الوصف هنا، فهنا راح تكتب التسلسل بالوصف، بينما هنا راح تكتب مثلا اي دي، كتابه باللغه الانجليزيه، بس راح نتحدث ليش نكتب بالانجليزي.
القسم الثاني خصائص الحقل، ويحتوي على خصائص كل حقل ويتغير تبعا للنوع البياني. يعني شلون؟ لاحظ هذا هسه من انقر على اي دي اللي هو ناس، لاحظ شوف المكونات، المكون الاجزاء المكونه للحقل، لاحظ حجم الحقل ايش قد. لو قلت له مثلا قلت له رقم، لاحظ ايش قال لي، شنو نوع الرقم هذا، عدد صحيح. لو قلت له تاريخ او وقت، قال لازم تنطيني رقم التاريخ او الوقت. لو قلت له عمله، لازم ينطيني تنسيق العمله، هذا شنو، كذلك ترقيم تلقائي او نعم ولا، يو الاساسي كائن او الله اذا احتاجه الى اخره. محسوب هذا، محسوب ايضا واحد جديد جانا بعد 2007، جانا بال 2010، هذا محسوب. القسم الثالث اللي هو قسم خصائص الجدول، طبعا خصائص الجدول نفسه اللي راح نختاره. طبعا عندنا قاعدة مهمة في تسمية الجداول، أسماء الحقول وأسماء الجداول. يكتب اسم الحقل باللغة الإنجليزية لا بالعربية بالنسبة للقواعد ذات الواجهات العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات. السبب، تحدثنا عن هذا السبب. سبب أنه بعض الأنظمة تختلف، هاي السبب الأول، أنه بعض الأنظمة أنا نصب مثلا ويندوز 10 والحاسب اللي بصفي ويندوز 7، أو الحاسب اللي هناك ويندوز 10 أو حتى ويندوز 10، لكن شنو، لكن اللغات العربية الأساسية اللي موجودة بيها حسب الباكج تختلف. فمن انقل هاي القاعده مالتي ذيك المكان راح يصير عندي روش، قد يكون الروش بالتصميم مو بال عفوا بالعرض مو بالتصميم، هذا هين، لكن اذا صار الروش داخل التصميم هذا راح يسبب لي مشكله، انه راح يستدعيني لانه ارجع القاعده مالتي وين، للجهه المصممه المنفذه للقاعده حتى تغير لي الاعدادات داخل حاسبتي. زين، اذا بغير حاسبه كذلك راح تغير لي اعدادات اللغه. حتى تكون عندي لغه نظاميه ولغه واحده في جميع اللهجات ولجميع اللغات، وين وين شو اصممها؟ اصممها باللغه الانجليزيه. حتى اذا اريد انقلها للصين مثلا، ادزها للصين، ادزها باللغه، ابرمجها باللغه الانجليزيه، لكن تكون اللغات العرض اللي عندي باللغه الصينيه. اكو طبعا في SQL او حتى بالاكسس تقدر تكتب كودات بحيث هي تستدعي التراجم اللي خاصه، لكن هنا يحتاج الى انترنت قبل العمليه. عدم استخدام الفراغات بين اسماء الحقول، طبعا قلنا السبب الاول، بما انه جينا للثاني فذكرنا ذكرنا السبب الثاني. السبب الثاني هو انه انا راح استخدمه في عمليه الاستدعاء بالوحدات النمطيه. الوحدات النمطيه هي اصلا لغات مبرمجه بلغه بيسك، فيجوال بيسك. فهذه لغه فيجوال بيسك تتحسس للاسماء من ناحيه الفراغات والكلمات والحروف الخاصه. فانا اتجنب استخدام الفراغات واتجنب استخدام الحروف الخاصة بالتسمية، تمام؟ عدم استخدام الكلمات المحجوزة مثل نيم وديت وفور وتو وجو تو إلى آخره، لا كلمات محجوزة. هذه السبب لنا مشاكل. مثلا سنأخذ مثال على سبيل المثال. نجي هنا، جيت أسمي هذا الحقل باسم ديت، تمام؟ قلت له انتر، راح يحترض عليه. شو يقول؟ يعد هذا الاسم الذي قمت بتوفيره كلمة محجوزة، وللكلمات المحجوزة معنى محدد إلى أكسس أو إلى مشغل قواعد البيانات مايكروسوفت أكسس إنجين. طبعا يقول إذ أنا من استخدم الديت، من راح تستدعيها؟ أنا راح تظل بحيرة، هل هذا اللي استدعيته هو حقل أم اسم حقل عفوا أم اسم دالة عندي محجوزة اسمها ديت؟ هنا راح شو يسوي؟ راح اذا الحقل موجود راح يستدعي الحقل،
واذا الحق ما موجود راح يعتبرها ديت، وهنا جاي يحاول يقول لك انت تجنب التسمية بهذه الحقول حتى تقدر تستفاد، فاقول له الغاء الامر واعيد الموضوع، اخلي ديت غير مكر او اعطيها واحد الى اخره. عدم وضع اسم لاكثر من حقل بنفس التسميه، بنفس الاسم عفوا، شنو السبب؟ مثلا اجى واحد قال لي اريد الاسم الاول، الاسم الثاني، اسم الموظف، اسم الاب، اسم الام، فهذا شو يسوي الاخ؟ يجي يكتب مثلا، يكتب نيم، اول واحد اسمه نيم، تمام؟ طبعا حتى هذا قال انه مثلا خلينا نقول نيم، ماي نيم، ماي نيم، اوكي؟ يجي هنا ماي نيم، او خلينا نعطينا اسم ثاني مثلا تايتل على سبيل المثال، سميته هذا تايتل، عنوان، تايتل، عنوان، او ادرس، وجيت هنا سميته هذا ايضا تايتل، مو مشكلتي انا، مشكلتي الاسم. تايتل، وهنا اجي سميته ايضا تايتل. من اريد احفظه راح يجي يحترض، طبعا من بعد ما انطي اسم الجدول راح يجي يحترض، هسه بعدين نشوف الاحتراض مالته ليش، مع ليش هذا طبعا تايتل، اوكي تايتل، هذا تايتل هسه يعترض علي، يقول انه هذا الحقل موجود ورا ما نحفظ. عدم استخدام عدم وضع اسم، قلنا استخدام الاسماء المختصره الواضحه، مثلا اسم بالحق بالاسم الحقل بالعربي اسمه اسم الموظف، ترجمته اترجمه الى employer name، والامبيور نيم اسمي اي ام بي ان اي، مثل هذا الاسم اخلي على سبيل المثال، اجي اخلي اي ام بي ان اي، فيكون عندي اسم. الانواع البيانيه اللي موجوده عندي، النوع الاول هو نص، ويمكن ان يحتوي الحقل على حروف والارقام والحروف الخاصه الى اخره، لكن لغاية 255 حرف فقط. هذا النص يستخدمونه منه، مثلا استخدمه الى الاسم، اسم الاول، اسم الثاني، الاسم الكامل، اسم الرباعي، اللقب، هذا استخدم اياها نص. ليش نص؟ لانه ما يحتاج الى كمية كبيرة. ها طبعا من يزيد عدد النصوص راح يزيد لي حجم الذاكرة، فالأنواع البيانية أحاول أن أختارها بصورة دقيقة. زين، المفروض إحنا نص ومذكرة نخليه بالأخير، لكن إحنا كترتيب راح يسوينه هنا. عندي تاريخ أو وقت، ويمكن كتابة رقم بصيغة الوقت أو التاريخ. زين، أنا ليش ما كتبه نص؟ ليش كتبه وقت أو تاريخ؟ راح نحفظ، وأثناء الحفظ مثل ما قلنا إنه أحفظه مثلا table 1، على سبيل المثال تيبل 1، اقول له موافق، يقول لي هل تريد مفتاح اساسي؟ قل له لا ما اريد مفتاح اساسي. شو يقول؟ يوجد لديك مسبقا حقل باسم تايتل، ترى هذا التايتل موجود هنا، هذا اللي قلنا عليه احترض عليه، تمام؟ نغير العرض هنا، اوكي؟ طبعا ما حفظه لان بسبب التايتل هذا، سميته تايتل انا، اوكي. نلاحظ هنا ممكن نكتب رقم هنا، هذا باعتباره نص، ونقدر نكتب الى اخره. نغير هذا اول واحد راح نخليه رقم، راح نخليه رقم، والثاني راح نبقيه نص، الثالث راح نسوي التاريخ او وقت، الثالث راح نخليه عمله، تمام؟ وراح اشوف شو الفروقات بيناتهم، وهذا راح نخليه نعم او لا. ننفذ، نحفظ تغييرات، نعم نعم او لا، اوكي. لاحظ، نجي هنا مثلا هذا رقم، اوكي، خلي امسحه هذا الرقم واكتبه مكانه فرضا اي واحد، راح يحترض يقول هذه قيمة، هي قيمة رقمية ما يصير تكتب بيها نصوص، ولهذا السبب يقول لك لا تتوافق، قم بإدخال قيمة جديدة، فلو نكتب 12 راح. زين، ليش أكتب هنا؟
رقم حتى أجبر الشخص هذا إنه يكتب لي رقم، ما يكتب لي غير شيء، لأنه احتمال إنه أحتاجها هاي في العمليات. النفس أكتب براحتي. نجي إلى هذا اللي تاريخ. لو جيت هنا بهذا النص كتبت مثلا 12/2/2022، احتمرها نص عادي، يعني حتى من خلي فراغ ما يحترط علي. بينما هنا إذا كتبت 12/2/2022 هذا يعتبره تاريخ، لأن أنا قايل له تاريخ. لو خليت فراغ راح يرجع الفراغ. لاحظ هذا هنا من خليت فراغ، خليه فراغات مثلا، أدوس إنتر قال لي لا يتوافق. لو قلت له مثلا هنا خليت فراغ واحد قال لي لا يتوافق، إلى أن أخلي أرجع هذا الفراغ ألغي. يا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يظهر لي الرزنامة هذه الموجودة. لاحظ الرزنامة، أقدر أغير عن طريق الرزنامة موجودة هنا. هذا طبعا احنا خليناه عملة. بالعملة بش تفيدني؟ ساعات أقوم بعملية إدخال لبيانات من نوع عملة، يعني مثلا 1000 دينار عراقي، 30,000 دينار عراقي. شو راح تدخله؟ إذا مجرد إذا جيت هنا مثلا وقلت، لو هنا نجي مثلا قلت 12 دينار عراقي، 12 دال عين، دال دوت عين دينار عراقي، أو قلت له هنا 12 دولار، راح لغى الدولار. لو جيت هنا 12 دولار، لغى الدولار. كل ما خلي الدولار يلغي، إذا ما راح يحس. أنا أريد أدخر عيلي. وهنا إذا قلت له 12 دولار راح يبقي باعتباره نص، لكن ما اقدر احسب بالنص، اريد رقم. فافضل شو اسوي؟ اجي المن الى اخلي النوع البياني نوع من احد انواع البيانيه اللي هي من نوع رقم عمله عفوا. فهنا اقدر اخلي 12. لاحظ شو انطاني؟ انطاني دولار، بس مجرد كتبت 12 انطاني دولار. هسه هاي الف ثاني دولار، تمام؟ وهذا قلنا صح او لا، تفيدنا بعمليات التصحيح. زين، واحد يقول انا ما اريد بالدولار، اريد بالدينار العراقي، ايش اسوي؟ نجي هنا نرجعك وين؟ الى التصميم. تجي الى عمله، هنا تختار العمله اللي تريدها. شو العمله مالتك؟ العملات المتاحه عندنا. اذا موجوده عمله متاحه عمله، ما عندنا عمله متاحه، التنسيق مالتها او الى اخره. شو نخلي على اساس التنسيق مالتها؟ نخليها دينار عراقي، تمام؟ خليها دي عباره عن دينار عراقي. حسب العمله الاساسيه. بعد شنو عندنا؟ عندنا مثلا صح نعم اولاد ادخلناهن، كائن او ال اي هذا نقدر ندرج به ملف واحد ككائن مضمن، رقم لادخال رقم، ارتباط تشعبي. انا اريد المتصفح هو اللي يفتح لي الملفات او يفتح لي المواقع، مثلا موقع شركه معينه. ارجع للتصميم، مثلا اقول له ادرس مالت هذه او ويب سايت. هنا اخلي ارتباط تشعبي، تمام؟ حتى هو يعتبر الويب سايت مالته هو عبارة عن ارتباط تشعبي. يعني مثلا يقول www.google.com. من اجي انقر هنا راح يفتح لي بالمتصفح مباشرة على google.com حسب المتصفح الاساسي الموجود عندك. تمام، هذا هو فائدة الارتباط التشعبي. عندي نوع بياني آخر، مثلا معالج بحث ومحسوب، راح ناخذ إن شاء الله بالمواضيع القادمة حتى تكون عندكم الحلقة شوي أقصر.
إن شاء الله ألتقيكم بالحلقة القادمة.